أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله.